خلق الله وأمتك، لا أملك من الأمر شيء. صح، أنت معتبرني من أمتك. صح، أنت معتبرني من أمتك. تمام، right. So حصل إنه بعد موت أبويا اللي هو مسعود ده، شايف كيف ولد مكة، فاهم كيف؟ صرت أخذ إرثه، ساب نصيب يعني، فاهم كيف؟ باسمي، بحق الله يعني، الله سبحانه وتعالى وزع الدنيا كده. خلاص، من ضمن الحاجات يا سيد محمد، ايوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حاجه اسمها بيت الشرفيه. وهذا بيت الشرفيه لعنه الله عليه، لعنه الله نزلت فيه طبعا، لعنه الله على بيت عماره الشرفيه. حكايه اصل كلمه بيت هذه تديك احساس انه ايش، انه بيته. لا لا، هو كانت عماره كذا دور، كل دور كان فيه شقة، وبعدين يعني سبحان الله الحمد لله، فلوس اللي اشترى حسن بيها هذا العمارة يعني. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أخذها لما جو يوسعوا بعيد الشر الحرم، فدخل البيت بتاعهم اللي كان في مكة، اللي هو بيت أبوه، بيت العيلة، بيت عبد الله مسعود. دخل في مش عارفة إيه، فأخذ عليه عوض باين ولا باعه باين، الله أعلم. المهم الشاهد أخو مسعود، أيوه محمد الطيب، أيوه، جاء قال له ورثي أديني نصيبي في بيت الدنيا. فحسن عمل كده، رمى محمد الطيب شوية قروش، لكن الأصل لسه كان في يتمى يورثوا في بيت عبد الله مسعود اللي في مكة، اللي حسن أتصرف بيه من غير يعني استغفر الله العظيم. خلاص، طيب، أدى لابنه قروش وسكته، وراح أخذ فلوس واشترى بها عمارة الشرفية. أيوة، إيش سوى في الباقي الله أعلم. لكن لما جاء يعني يكتب وصيته، قال تطلع لما أموت تطلع الدمن، صدق علي. يعني هو أكل مال اليتيم عادي جدا، فاهم كيف؟ لكن وزع حاجة ما حقته على ابنه، أدى حاجة ما حقته لابنه، عادي جدا برضه. لكن أتكلم بقى إنه لما يموت أي حاجة حتطلع منه، لازم الورثة يطلعوا الدمن اللي هو لا إله إلا الله. تمام تمام تمام. فدارت الدنيا، وأبو مشمش السيد مسعود ابن السيد حسن ابن عبد الله مسعود، خلاص وراها التراب، فسار لمشمش نصيب في بيت الشرفية. بيت الشرفية من أول وجديد ما هو حق حسن لوحده، صح؟ ولا حق ورثة حسن لوحدهم خالص. حق مين بقى؟ حق يتمى عبد الله مسعود، عشان تبقوا عارفين مين عبد الله مسعود. شوفوا أم اليتامى اللي سابهم بذريتهم، right. بيت مكة اللي هو كان سيده ماسكو عبد الله مسعود، أصلاً جاي من
لو قال أنا ربكم الأعلى، هذا البيت بعدي. لما مات أبو صار هو كبير يعني. صحيح. في من يدمى مسعود ما أخذوا حقهم في ميراث أبوهم سيد عبد الله مسعود الأخ الذي قتل أخوه، أخذ ماله، سرقه. يبقى بيت الشرفية اللي أصله من بيت مكة، أصله حقه إرث مسعود لذريته. عبال ما تلف اللفة دي كلها ويجي نصيب مش بورثة أبوها مسعود حسن عبد الله مسعود، يعني لا تورى لي ولا طحين، فما بدي إياه. ما باكل مال الحرام، ما بدي إياه. اذهبوا فأنتم مطلقة. زي دخلت رمضان وحق العزة الله والشفاء لسيدنا محمد. مالي في، تعرف ايش مالي؟ انا اقول لك معاش ابويا بس اللي بيجيني من المرتب اللي كان بياخده لما هو كان عايش، لما مات خلاص بيديني مصروفي في يدي، كان بيصرف عليها هو عايش ودحين بيصرف عليها هو ميت، فأنا باخذ مصروفي من أبويا. ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي وسخ الدنيا خلاص. والحاضر يعلم الغايب. شوفوا عاد مسعود اللي جاء من فاس هذا مين ورثته، وروحوا بقى اتكلموا عن سيدي محمد. لا والله لا يؤمنوا حتى يحكموك بما شجر بينهم ويسلموا تسليما.